كنطلب من الله ومن المحسنين الى شافوا الفيديو هذا يتعاونوا معايا ويديروا لي عملية، حيت راني كنضيع كل دقيقة محسوبة عليا وكل ثانية محسوبة عليا. وعليكم السلام. مرحبا. الحمد لله بخير. احسن سيد خويا الله يحفظك. قول لي خويا شنو المشكل ديالك؟ انا اختي اونديكاب من ظهري، اونديكابي من ظهري، ما كنزيد ما والو، 24 سنة دابا ما كنتمشى ما والو، يعني عندي السمنة مفرطة، عندي السمنة هايجة، يعني زيدت الوزن بكثير كل مرة، كل عام كنتزاد، يعني من العام لعام نزاد، واخا ندير ريجيم واخا ما نديروش كنتزاد من العام لعام، يعني وصولت هنا في المروك قالوا لي دايره عمليه دايره 7 مليون، وعندي صحابي صوتهم في تركيا، صوت واحد الطبيب قال لي دايره 3.5، يعني 3.5، يعني العمليه قول لي دايره 2.5، يعني ما بين هذاك الشيء وهذاك الشيء 3.5 مليون، 3.5، يعني وما كنقدرش نتمشى وما كنقدرش نهبو وما كنقدرش ندخل الطواليط وما كنقدرش نبدل الحوايج، يعني لما كانش معايا شي واحد ما نقدرش ندير هادشي هذا كامل، ضروري خصني العوين، ضروري خصني العوين في الدار. صافا البارح وي 24 سنة وانا كنعاني من هادشي هذا. واخا طيلة 24 سنة كيفاش بغيتي تعيش معاه؟ يعني المرة الأولى كاع ما كنت نديها فيها، يعني قلت غولد عادي، يعني عادي صافي، راه عادي صافي، يعني الله يحسن العوان، عندي والدي شوية فقراء الله يحسن العوان، وما كانوش نديها فيها وصافي، حتى وصلت لواحد الله جيل 15 عاد شافوني كنت زاد بزاف، ما مشاو الطبيب قال له خصو الفلوس، خصو هادي باش يعني، وراه الله يحسن الله يحسن العوان، ما قدروش يديروا لي العملية وبقيت بحال هكا. واخا شكون اللي كيعاونك سميتو هذا الحاجة ديالك؟ كانت عندي الوالدة هي اللي كتقضي معايا، دابا ماتت الله يرحمها، بقى معايا بابا، يعني بابا هو اللي كيدير معايا الشيء كامل، في أي حاجة طواليط تبدل في كلشي. معاناة كثيرة بزاف، يعني كتشوف شي واحد غادي على رجليه، راه يعني كتجيك واحد الأزمة، يعني ماشي أزمة ولكن كتهادي، راه كتهادي، ويعني بزاف شحال من حاجة محروم بها، والحمد لله على كل حال، شحال من حاجة محروم منها، والحمد لله على كل حال. الرسالة ديالي كنطلب من الله ومن المحسنين الى شافوا هذا الفيديو هذا يتعاونوا معايا ويديروا لي عمليه، حيت راني كنضيع كل دقيقه محسوبه عليا وكل ثانيه محسوبه عليا. نتمنى من الرساله ديالي توصل، وربي هو اللي غادي يخلص كل واحد على فعله وعلى اجل ديالو. الرقم التليفون ديالي هو 0696 75 73 58. بلال عمورة. كنسكن في ولاد عرفة. واه. من تحت في ولاد عرفة.